أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عناويننا، في العنوان الأول: فيضانات تضرب بغداد والبصرة وديالى، وغياب لدور الحكومة في معالجة واحتواء الأزمات. ولدينا أيضا ضمن العناوين: سيارة إسعاف تقل 4 مصابين في بابل، وفساد في الرز يظهر مجددا في الحصة التموينية لهذا الشهر في العراق. في الخبر الأول: هي مجموعة من المواضيع متعلقة بقضية الأمطار والفيضانات التي ضربت بعض المحافظات العراقية. نبدأ من أول مقطع لدينا: مناشدات من سكان منطقة 7 قصور بسبب مياه الأمطار ببغداد، ومطالبات بإعلانها منطقة منكوبة بعد انهيار عدد من المنازل فيها ومصرع 2 من سكانها صعقا بالكهرباء. فلنشاهد. السلام عليكم اخوان، هاي المنطقة منطقة 7 قصور صار لها 12 يوم فايضة، ما حد وصل، لا امانة بغداد، لا مسؤول، لا مجلس بلدي، لا محافظة بغداد، والعالم ده تنام بالسطوح. ليش؟ لان المي طاب ببيوتهم وغرقانين وثلاجاتهم ومجمداتهم وطباخاتهم وكلها. المنطقة منكوبة واكثر من 500 عائلة بهذا الشارع، والشارع اللي بصفه كلها طالعة ومتهجرة، وهاي الناس دا توجه رسالة للحكومة والحيدر العبادي. شو تريد تقولون؟ احجوا 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 عمي الناشد رئيس الوزراء، يجي لهاي المنطقة، هاي المنطقة ما عنده غيرها، بس رئيس الوزراء، بس حيدر العبادي، ترى هذول كلهم مجلس بلديها وكلهم ما بهم خير. الناشد احنا رئيس الوزراء ماكو غيره يتدخل بهاي المنطقه يجي ينقذها، منطقه منكوبه، الاثنين ماتوا بالكهرباء، وهسه والحبل على الجرار لحد الان، والبيوت كلها وقعت، كلها وقعت البيوت. والناشد احنا الشرفاء، المسؤولين الشرفاء. مناشدات تطال او تصل الى رئيس الوزراء، ولكنه تم مناشدته كثيرا في كثير من المواقف السابقه وكثير من القضايا، إن كانت متعلقة بالنازحين، إن كانت متعلقة بالخدمات، ولكنه لا يستجيب كالعادة. 4 سنوات ستمر على حكمه لهذا البلد وتسلمه للمنصب، لم يقدم خدمات حقيقية وإعمار حقيقي وإصلاح منشود كما هي التصريحات للمواطنين. الدلائل كثيرة ولا تحتاج ولا يوجد وقت أصلا لطرحها بهذا البرنامج. نكمل موضوع المناشدات. مناشدة من أهالي حي الشهداء في أبو غريب بسبب غرق الشوارع بالمياه، فلنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عين هاي منطقة أبو غريب حي الشهداء، شوارع مثل ما تشوفون الصورة قدامكم، الشوارع يعني هم طريق مسلم هنا يفوت، مدارس، سيارات عم تطلع عم طوب السوق. هاي منا طريق تشوفون بعينكم، يعني وين الحكومة؟ أبو غريب ترى هي مو بعيدة من ضمن بغداد، محسوبة على بغداد، تشوفون الشوارع بعينكم. هذه المطالات تبيت لا مجاري. نتمنى أن توصلون صوتنا للحكومة، يشوفون شارع العالم الأبرياء، يعني العالم طالع على طوب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. نفس القضية، أصوات ومناشدات دائما ما تخرج وتعلن أو تعرض في وسائل الإعلام، إن كانت وسائل إعلام مرئية، إن كانت مقروءة صحافة، أو إن كانت حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن للأسف الشديد تركز الجهات الحكومية دائما على القضايا التي تنفعها وتخدمها بالقضايا السياسية كالانتخابات وغيرها، ولكن قضايا حقيقية يمكن من خلالها عملية إنفاق تخرج من هذه الدولة أو إعمار حقيقي، فلم يشاهد المواطن العراقي على مدى 4 شتاءات مرت على هذا البلد منذ تسلم حيدر العبادي، وما زال الوضع كما هو عليه. طبعا في أبو غريب أيضا ما يخرج من صنابير المياه في منازل العراقيين بسبب التسربات في أنابيب المياه، هذا هو شكله.
حقيقة هذا المقطع عندما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي جاءت كثير من التعليقات، منها تهكمي ومنها ساخر طبعا، ومنها جاد بقضية معالجة هذه الأزمات، أزمة المياه بشكل عام، خاصة المياه التي تصل إلى منازل المواطنين بشكل خاص. هذه قضية أو حالة من حالات كثيرة عرضناها، تتغير بها ألوان المياه وتتنوع وتخرج منها روائح. للأسف الشديد لا يوجد معالجة حقيقية لأزمة المياه بشكل عام في العراق. هذا ما يصل إلى المواطن العراقي في كثير من الأحيان، وألوان أخرى كثيرة مختلفة. نبقى في موضوع المياه وموضوع الفيضانات في العراق، ننتقل ولكن إلى محافظة أخرى، في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى. خطر الفيضان يحيط بأحياء المفرق والقاطون، وكذلك غياب لدور دوائر البلدية والمجاري. فنشاهد. هذا حال قاطون الرحمة في بعقوبة معدن أنبار. بيوت مرجع كلها، كل بيت مرجع. هذا شارع الصحفية. والله غرقت. هذا شارع الصحفية. نستمر في مدينة بعقوبة في محافظة ديالى، وجانب آخر طبعا وزاوية أخرى من زوايا تعرض الفيضان طبعا، وأجزاء أخرى من مدينة بعقوبة في محافظة ديالى. فلنشاهد. وشوف الواقفة وقال انا اللي بيجي دار سياره المحافظ. ينتقد الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا السياسيين الذين ينتمون إلى هذه المحافظات، والذين خرجوا بشعارات رنانة قبيل الانتخابات السابقة، منها ديالى هويتنا وغيرها من هذه الشعارات. هذا هو الحال في محافظة ديالى، وسبقه الحال في بغداد، وننتقل الآن إلى محافظة البصرة. فبعد 4 ساعات فقط من هطول الأمطار، شوارع قضاء الزبير غربية البصرة تفيض بالمياه، والتي بدورها حاصرت المدارس والدوائر الرسمية. أنا أشوف ماكو هنا بلدية. إحنا مهمشين أهل الزبير. هاي تربية واللي كل الناس متخرجة من عندها، والمجلس البلدي والمحافظ. دوائر مهمة. موظف ما يقدر يمارس عمله بسبب غرقانة الدائرة.
وحتى اكو قسم الموظفين طفروا السياج ودخلوا. ماكو ما قاعد اشوف اكو خدمات. اناشد الحكومه المحليه محافظه البصره والبرلمان ورئاسه الوزراء ان نشوف لنا حل. الزبير مهمش، الزبير مهمش. بدت الانتخابات وبدت الناس بس تفتر علينا، ماكو عداله. وين العداله؟ هاي صار لنا من السقوط لحد الان ما قدروا يعالجون هاي الشغله، ما قدروا يعالجون الشغله. وانا احد الموظفين اللي هنا الموجود، وشكرا. كما استمعتم، المشكلة ليست مشكلة حالية، مشكلة مضت منذ تسلم العبادي، المشكلة منذ الاحتلال، منذ أن جاءت الولايات المتحدة طبعاً ومعها الحكومات المتعاقبة على حكم العراق الآن. حتى هذه اللحظة مشاكل كثيرة في مناطق كثيرة متعلقة بالخدمات لم تحل، على الرغم من الحديث عن إنفاق مليارات الدولارات. نكمل بمحافظة البصرة، مقطع بسيط يوضح معاناة مركز مدينة البصرة بمنطقة المشراك القديم قرب شارع الجنابي. وحتى اللحظة هناك غياب تام لمديرية الماء والمجاري في المحافظة، فلنشاهد. إذن من أزمة المياه إلى أزمة أخرى ومأساة حقيقية في العراق هي القطاع الصحي. في محافظة بابل سيارة إسعاف قامت بنقل 4 مرضى بنفس السيارة. حال مأساوي للواقع الصحي في العراق وسط تساؤلات عن المليارات التي تقول الحكومات المتعاقبة إنها أنفقتها على القطاع الصحي في العراق. منذ تقرير سابق لمنظمة الصحة العالمية والذي صدر في عام 1989، أشاد فيه المنظمة بتقريرها المستوى الصحي الجيد في دولة العراق، واعتبرته آنذاك من الدول المتقدمة في هذا الجانب. طبعا منذ ذلك التقرير إلى هذا الحال المأساوي للواقع الصحي في العراق بعد الاحتلال، فنشاهد. اخوان شوفوا هاي الحالة اللي حله 4 بسيارة. ايه مو 4، 6 بسيارة. ايه البنزين ماكو، من البنزين ماكو، فلوس بنزين ماكو. هاي السواق تقول فلوس بنزين ماكو، بس اطلع انا عمي بس دقيقة المستشفى يقول بنزين ماكو. شوف هاي العالم، شوف هاي العالم الواقفة اسعاف، ماكو بنزين يقولون. شوف الحالة، طبعا عذر أقبح من ذنب عندما يكون الحديث عن بنزين للسيارة، سيارة الإسعاف، في دولة نفطية كالعراق. يطرح بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي أسئلة بهذا الخصوص، كيف سيكون حال العراق وحال السيارات، سيارات الإسعاف في دولة كالعراق إن لم تكن هناك هذه البحار من البترول التي يعم فوقها العراقيون. طبعا بنفس القضية، هذا موضوع يثبت فساد في وزارة الصحة، ولكن ننتقل إلى فساد من نوع آخر في وزارة التغذية أو في الجزء الخاص بالتغذية. رز الحصة التموينية لهذا الشهر تحديدا في العراق على لسان وكيل من محافظة كربلاء، ووكيل أقصد به شخص موزع للحصة التموينية. طبعا هذا كلام، سترون نوعية الرز الذي وزع للمواطن العراقي. سؤال يطرحه الناشطون، هل يقبل السياسيون والمراجع ومعتمدي المراجع استلام هذا الرز ليطعموا عوائلهم؟ فلنشاهد. طيب حظ الكرام، يوضح بدارك. يلا بيان، وجه كلامك المسؤول. بيان، شو الدور انت؟ جاعد الدور؟ شو صاحبي؟ لا مش عارف.
وجه كلامك المسؤول يلا. مسؤول هذا عمي هذا تبلوت به لان حيوان ما ياكله خايس. دول مسؤولين الاشراف يا شباب. يا هل شريف بن الشريف طيرهم ياكلونه. شوف هذا الشعب مظلوم ياكل عنبر والشعب ياكل اخياس. طبعا ناتي في فقرة آراءكم آخر صيحات التهم الجاهزة في العراق بعد تهمة 4 إرهاب وكذلك تهمة البعثية. أصبح موضوع الحث على التظاهرات هي تهمة يلاحق بموجبها المواطن العراقي. الناشط حسن سرحان الساعدي هو ناشط مدني مطلوب للسلطات الحكومية في البصرة وفقا لهذه الجريمة. لا طبعا للتوضيح لا يوجد قانون في العالم يدعو لاعتقال شخص حث على التظاهر. التظاهر هو كما هو متعارف عليه هو حق من حقوق المواطن للتعبير عن الرأي. نتابع هذه الصورة مشاهدينا الكرام كما تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا موقع فيسبوك. السلطات الحكومية تصدر أمرا باعتقال الناشط المدني الأستاذ حسن سرحان بتهمة الحث على المظاهرات. وطبعا كما هو مكتوب وتلاحظون يا له من شرف عظيم التظاهر ضد الفاسدين والفاشلين. هذا هو شرف طبعا بالنسبة للمواطن كما هو متداول، ولكن بالنسبة للسياسيين الموجودين الآن في العراق تابعنا حالات مثل باسم خزع الغشان وهذه حالة أخرى وغيرها من الحالات. من يعترض على السياسيين هو سيكون مجرم بنظرهم ويستحق العقاب. كما تلاحظون تسلسله أو الأسماء المطلوبين في محافظة البصرة حسن سرحان الساعدي والتهمة هي حث المواطنين على المظاهرات. طبعا بشكل عام في العراق الآن الاعتراض على أي قرار خاطئ على أي سياسات خاطئة إن كانت خاصة بالاقتصاد أو خاصة بالخدمات أو خاصة بالإعمار أو السياسية بشكل عام يلاحق بموجبها من يعترض يعاقب من يعترض إما بشكل قانوني أو عن طريق الميليشيات الموجودة وفرق الموت والاختطاف الموجود الآن في العراق. نتابع التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. علي خالد يقول وكما تلاحظون الصورة بس مرة واحدة الله يطيح حظهم وحظ أمريكا اللي جابتهم وحظ إيران اللي دعمتهم. في تعليق آخر علاء يقول وين الديمقراطية لا عدو حرية التظاهر. لا توجد في العراق يا سيد علاء، هذا أمر أثبتته التجارب. في تعليق آخر حسين يقول ماكو جريمة اسمها حث المواطنين على التظاهر. وفعلا إذا أرادت هذه السلطة أن تثبت عليها أن تخرج بجزء من هذا الدستور الذي وضعه الاحتلال. في تعليق آخر مسلم يقول سياسة تكميم الأفواه، الحمد لله الحكومة ضعيفة، لو قوية كان سوت اللي ما سوى صدام. للعلم يعني بهذه النقطة تحديدا هناك اختلاف بهذا الطرح. نور المالكي وصف عن طريق كثير من السياسيين والمنظمات بأنه تجاوز بديكتاتوريته وسياساته الإجرامية والدموية ما فعله صدام حسين. في تعليق آخر علي يقول والله بلوى يا ربي، طحنا بهاي الأحزاب وبتلعتنا مثل الثقب الأعظم، ما نطلع منهم بعد للموت، يمكن نشرد للخارج، نشتاق لهذا البلد نبقى به ننطحن من شلة الحكومات هاي. الرد على هذا التعليق على الهروب من العراق ربما أو الخروج هروب من الموت، هي كلمة عرضناها في مقطع سابق في هذا البرنامج من إحدى شخصيات العشائرية في عشائر البركات من بني حجين، قال بأنه هم الذاهبون ونحن الباقون، طالما هناك عراقيون أصلاء شرفاء يخشون على هذا البلد فالسياسيون هم الراحلون ونحن من نبقى. وأخيرا مجتبى يقول بعد ضحكة البلد الوحيد بالعالم اللي استخباراته معلومين لعامة الناس ووثائق السرية دائما على مواقع التواصل. بلد ضعيف أمنيا لا يستطيع أن يتماشى مع هذه السياسات طبعا موجه، وبالتالي يعني جهاز أمني ضعيف وبالتالي يخترق وتسرب المعلومات، هذا أمر طبيعي جدا. نراكم بعد قليل.
في فقرة الهاشتاج لدينا وسم بعنوان لا تعطوها بيدهم أو لا تعطوها بيدهم. طبعا هو الموضوع على قضية مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي عقد في دولة الكويت، والذي يعني على أثره تم منح العراق بعض المال وكذلك كثير من القروض. فنشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الوسم على تويتر. مصطفى يقول: يا معودين يا ناس، يا هو لا تنطون هالفلوس بإيد الحرامية، خل تدخل شركات بمعداتها وكوادرها، شلون نوصل الفكرة أكثر؟ أحكي بالكويتي تكفون تكفون. في تغريدة أخرى، محمود يقول: الحكومة العراقية ومن فيها حيتان فساد، فلا تعطوهم بيدهم، والمطلوب أن تكون مساعدات إعمار العراق تحت إشراف الأمم المتحدة. ما المشكلة هي أن الأمم المتحدة هي الداعمة لهذا الموضوع. أيمن يقول: الأعزاء في الدول المانحة لإعادة إعمار العراق، نرجو أن يكون الإعمار تحت إشراف المنظمات الدولية وليس تحت إشراف الحكومة، يقصد حكومة العبادي، لأن المبالغ الممنوحة للإعمار سوف تسرق وتصرف على الدعاية الانتخابية. وآخر التغريدات، دكتور عدي يقول: سوف تذهب أموال الإعمار إلى جيوب السياسيين وإلى شراء السلاح للميليشيات ليسيطروا على مقدرات الدولة العراقية. سرقت الكثير من الأموال، سرق الكثير من الدعم، إن كان دعما ماليا أو ماديا. تابعنا كيف سرقت منح بعض الدول الخليجية من المعدات العسكرية عن طريق الميليشيات، حتى المعدات الأمريكية كالدبابات قاموا بسرقتها الحشد الشعبي. لا توجد أموال تذهب إلى مكانها الصحيح أو توضع في مكانها الصحيح في بلد كالعراق مليء بالفساد. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في فقرة بعد الهاشتاج. موضوع سريع: روسيا وسوريا يخرقان هدنة الغوطة، فنشاهد. يلا طبعا مشاهدينا الكرام، موضوع الاعتقالات في إيران هو مقطع آخر سنعرضه لحضراتكم. هذا المسلسل تحديدا لعلماء البيئة. الآن إيران تكثف من هذه الاعتقالات لفئة معينة من العلماء، فنتابع.
في الختام أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى، إلى اللقاء.